اللي ما حبش يبني نحي له واعطي اللي يبني، اما اللي راه بدا يبني وخرج اللي فيش بوطو هذاك على الاقل راه محتاج بدا يبقى ان شاء الله نتمنى له انه يكمل اللي ديما راه ودار اللي فيش بوطو هذا راه عنده اراده ومحتاج الامكانيات محدوده الله غالب. راني نقول لك على الناس اللي ما انطلقتش خلاص كاع ما مشى شي هذا هو اللي ما انطلقش خلاص هذاك دير له اعذار ما استجبش اعذار اسبوع 10 ايام او 15 يوم ما استجبش الغي وعوض ديروا انتم مع المجلس الناس اللي في حاجه ماسه لهذه التجزئه اولا الاولويات تمس كل عائلات كل عائلات عندك الاحياء عندك المناطق اللي ما تضرر اكثر وفي حاجه ماسه ديروها في القائمه المواطن كيشوف التوزيع العادل هذا راح يكونوا مقتنعين وينتظروا للدور تاعهم.